النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الفوليومتريك. أناليسز اللي هو اسمه التحليل الحجمي. ناخد كلمة كلمة كده، ناخد كلمة التحليل الأول، كلمة أناليسز. التحليل في الكيمياء المراد منها إن أنا أتعرف على المادة، إن أنا أحللها وأتعرف عليها بناء على المعلومة اللي أنا أعرفها عن المادة دي. مثلا لو حضرتك دخلت المعمل لقيت بوتل فيها محلول ما تعرفش عنه أي حاجة خالص، يبقى الغرض من التحليل في الحالة ديت إنك تعمل إيه؟ توصف المادة عشان أعرف أتعرف على الكونتنت بتاعها، مكوناتها. وبنسمي التحليل ده اسمه كواليتيتيف، كواليتيتيف اناليسز، تحليل وصفي عشان اوصف مين المادة بتتكون من ايه، بتتكون من كم هيدروجين، من كم كربون، من كم نيتروجين وهكذا. طب لو حضرتك دخلت المعمل لقيت بوتل مكتوب عليها HCl بس مش معروف تركيز HCl ده كام، ففي التحليل التاني ان انت عندك معلومة عن المادة وهي مين، عارف مكوناتها، وبالتالي عايز تعرف تركيزها الكونسنتريشن بتاعها، فبالتالي بتعمل تحليل اسمه كوانتيتيف اناليسز. يبقى الفرق بين الاثنين، الكواليتيتيف عايز اعرف مكونات الماده، اما الكوانتيتيف عايز ايه، اعرف تركيز الماده. طيب النوع اسمه ايه؟ فوليومتريك. الفوليومتريك اناليسز هو نوع من التحليل الخاص بيه الكوانتيتيف. يبقى حضرتك دخلت المعمل هتلاقي عندك ماده معلومه ولكن تركيزها ماله مجهول، فبتعمل حاجه اسمها فوليومتريك اناليسز عشان خاطر تطلع مين، تركيز الماده دي. طب الفوليومتريك اناليسز باختصار كده عباره عن ايه؟ احنا بنعمل فيه وي ديترماين the volume of known solution which react with unknown solution. يبقى التحليل الحجمي هو طريقة من طرق الكوانتيتيف عشان اطلع تركيز المادة. وبطلع تركيز المادة ازاي؟ ان انت بتوصل لمين؟ حجم. بتعرف على مين؟ حجم. حجم المادة المعلومة نون سوليوشن بتفعله مع المادة مين؟ المجهولة. فانت بتفعل مادة معلومة مع مادة مجهولة وتطلع منها الحجم، بستخدمه ان اطلع مين؟ التركيز المادة المجهولة. طيب الحته المهمه في الفوليومتريك اناليسز في ثلاث حاجات لازم اعرفهم مهمين جدا. اول نقطه اسمها التايتريشن اللي اسمها المعايره. النقطه الثانيه المهمه اسمها الاند بوينت اللي اسمها نقطه النهايه. النقطه الاخيره المهمه جدا برضو اسمها الانديكيتورز اللي هي مين، الادله او الدليل. التايتريشن، التايتريشن اسمها بالعربي المعايره. المعايره هي عباره عن فوليومتريك اناليسز، هي نفس تعريف الفوليومتريك اناليسز. يبقى لما اجي اقول لك عرف الفوليومتريك اناليسز او عرف التايتريشن، الاثنين نفس التعريف، هي عمليه بطلع منها حجم عشان اوصل لتركيز الماده مين، المجهول. طيب اخش على النقطتين التانيين، هي اول حاجه اسمها مين، الاند بوينت، نقطه النهايه. نقطه النهايه من اسمها النقطه اللي عندها بينتهي التفاعل، اند بوينت نقطة عندها بينتهي التفاعل، او بصورة ادق نكتبها كده مع بعض، هي عبارة عن the point that the color of indicator change. يعني ايه؟ يعني النقطة اللي بيتغير عندها لون الدليل اللي هنتكلم عنه بالتفصيل.
يبقى احنا عندنا لما تيجي تعمل تايتريشن بعمل تايتريشن او تفاعل بين ماده معلومه وماده مجهوله، بطلع منها الحجم عشان اطلع تركيز الماده المجهوله. طب امتى اعرف ان التفاعل انتهى؟ عن طريق حاجه اسمها الاند بوينت. وما هي الاند بوينت؟ النقطه اللي عندها التفاعل او النقطه اللي عندها بيتغير لون مين؟ لون الدليل. طيب بعد كده نخش في شرح بالتفصيل عن الانديكيتورز. الانديكيتورز اللي هي مين؟ الادله. الدليل بشكل مبسط جدا هو عباره عن ايه؟ عباره عن ماده بيتغير لونها من وسط لوسط. ماده مايعه لها لونين او لها كذا لون على حسب الوسط اللي هي فيه، ملهاش لون ثابت. او بنعرفها بطريقه ثانيه، طيب اهو ماتيريال او سبستانس، نخليها مثلا سبستانس، ذات تشينج اتس كولر اكوردنج تو ذا ميديوم. يعني ماده بيتغير لونها طبقا لمين؟ للوسط اللي هي فيه. طب احنا بنختار الدليل على اساس ايه؟ على اساس ان الفوليومتريك اناليسيس بتقسم لكذا نوع وكل نوع له دليل مختلف. تعال نشوف انواع الفوليومتريك اناليسيس او انواع الوسط. اسيد بيز و بريسيبتيشن والريدوكس واخر حاجه اسمها كومبلكسيشن. دمت انواع ايه؟ الفوليومتريك او التايتريشن اللي بنختار على اسمه مين؟ الدليل. فاول حاجه اسمها اسيد بيز تايتريشن، بريسيبتيشن تايتريشن، ريدوكس تايتريشن، وكومبلكسيشن تايتريشن. يعني ايه الاربعه دول؟ يعني حضرتك دخلت المعمل لقيت مادة أسد مجهولة التركيز، فتقوم حضرتك جايب لها مادة بيز معلومة التركيز وبنسمي النوع ده أسد بيز تايتريشن. طب لو دخلت لقيت سولت ملح مجهول التركيز، فتقوم جايب له ملح معلوم التركيز وبنسميه بريسيبتيشن تايتريشن. لو حضرتك دخلت لقيت أوكسيدايزنج ايجنت يعني عامل مؤكسد مجهول التركيز، فبتجيب له الماده اللي تتفاعل معاه ريديوسنج ايجنت معلومه التركيز وبنفعلهم مع بعض وبنسميهم ريدوكس، اللي هي كلمه اختصار لكلمه ريدكشن اوكسيديشن تايتريشن او رياكشن. كومبلكسيشن عباره عن تفاعل بين ميتال وليجند. انا اللي يهمني ايه؟ ان الاربعه دول كلهم كل واحد له دليل مختلف عن التاني. فاحنا النهارده هنتكلم بس عن الاسيد بيز تايتريشن. طب لما نتكلم اسيد بيز تايتريشن لها انديكيتورز خاص بيها. لما اجي اعرف بقى اقول لك ما هو الانديكيتورز في الاسيد بيز تايتريشن، هتقول لي عباره عن ايه؟ ماده بيتغير لونها من وسط لوسط، ده بشكل عام. طب بالنسبه للاسيد بيز هتقول ماده عباره عن ويك اورجانيك اسيد اور بيز، يعني هي ماده من نفس النوع عباره عن اسيد وبيز برضو، لان هي النوع ايه؟ اسيد بيز. مالها بقى؟ تضيف على الجمله اللي فوق بيتغير لونها في الوسط الحامضي عن الوسط مين؟ القاعدي. ده اسمها ايه؟ الاسيد بيز. طب نتكلم بقى بالتفصيل اكتر عن الاسيد بيز انديكيتور. عندي ثلاث انواع، احنا هنشتغل بس بمين؟ بنوعين. النوعين دول هم عباره عن، نعملهم بشكل جدول عشان خاطر نفهمها بصوره افضل. هنا الوسط اسيدك، وسط حامضي، وسط الكالاين او بيزك، وسط نيوترال، وسط ايه؟ متعدل. الدليل الاولاني اللي هو الفينول
في سالين اختصاره بي اتش بي اتش. ده اللون بتاعه في وسط الاسيدك بيبقى لونه كلرلس عديم اللون. في الوسط البيزك بيديك اللون البينك. النيوترال ملوش لون ما عرفش نحدده. التاني اسمه الميثايل اورانج اختصاره ام او. في الوسط الاسيدك بيديك اللون الريد اللون الاحمر. في البيزك بيديك اللون الاصفر. في النيوترال بيديك اللون الاورانج. وده المفروض اللون اللي احنا المفروض نوصله. طب اخر خانه اللي هي البي اتش ده عباره عن ايه؟ المدى اللي بيتغير فيه لون الدليل. يعني الفينولفثالين بيتغير لونه لما يوصل البي اتش للمحلول من 8.1 لكام؟ ل 10. بيبدا يتغير اللون بتاعه. المثال الاورنج بيبدا يتغير اللون بتاعه لو وصلت البي اتش للمحلول من 3.1 ل 4.4. ده الرينج اللي بيتغير فيه مين؟ لون الدليل. فاحنا نستخدم الاثنين دول فين؟ في تفاعلات الاسيد بيز تايتريشن. فهبدا ناخد امتى نستخدم الفينولفثالين وامتى نستخدم المثال اورنج في تجارب جايه ان شاء الله قدام. المواد اللي هنستخدمها ايه؟ هنستخدم عندنا بوتل، يعني عندنا بيكر في اتش سي ال، وبيكر تاني في ان اي او اتش. يبقى حضرتك دخلت المعمل لقيت بيكر او بوتل مكتوب فيها اتش سي ال، مكتوب جنبها مثلا واحد مولر او واحد نورمال، والان او اتش مش مكتوب النورماليتي بتاعها مجهول التركيز. فاول حاجه بنفكر فيها ببدا اقول الان ايه او اتش، اسمك ايه، نوعك ايه، سترونج بيز. سترونج بيز فانت المفروض تجيب لها سترونج اسيد او ويك اسيد حسب المتاح في المعمل. فاحنا النهارده هنشتغل بسترونج اسيد اللي هي مين؟ اتش سي ال. يبقى الفكره كلها جايه من حضرتك دخلت المعمل لقيت ماده نوعها سترونج بيز مجهوله، فبتجيب لها اللي بتتفاعل معاها اللي اسمها سترونج اسيد او سترونج بيز، وبنسمي التفاعل ده مين؟ اسيد بيز تايتريشن. طيب الحاجه الثالثه او العنصر الثالث بيبت اللي هي مصه ومقدارها 10 مللي. يعني بتسحب بمصه لو سحبت لغايه الصفر يبقى انت سحبت حجم 10 مللي. وعندي ميجرنج فلاسك او كلينيكال فلاسك، وعندي اخر حاجه البيوريت اللي هي اسمها ايه؟ السحاح. طيب اول حاجه بنعملها ايه؟ بغسل البيبت وبغسل الفلاسك وبغسل البيوريت كلهم بالميه. بعد كده بنحط الماده المعلومه، بنحط الماده المعلومه في البيوريت. المعلومه عندي هي مين؟ اتش سي ال. فبملا السحاحه ب اتش سي ال واكتب تحته المعلومه اللي اعرفها عنه ان تركيزه واحد نورمال. النورمالتي بتاعته بكام؟ بواحد. يبقى انت هنا مليت السحاب كام؟ ووقفها عند رقم معين وليكن عند الصفر، يبقى انا بادئ بصفر. اجي بعد كده اسحب 10 مللي من ال ان او اتش لغايه الصفر وانقلهم فين؟ في الفلاسك. يبقى انت كده مليت الفلاسك بمين؟ حجم معلوم مقداره ان او اتش، مقدارها كام؟ حجمها اللي سحبته بكام؟ 10 مللي. 10 مللي. طيب الحته مهمه جدا، الماده المعلومه اللي هي اتش سي ال معلومه النون، هي معلومه نون. معلومه ايه؟ حجمها معلوم وتركيزها معلوم، معلومه في كل حاجه تركيز وحجم. الماده الانون المجهوله اللي هي عندي هنا ال ان او اتش مجهوله التركيز، معرفوش. معلومة الحجم، حجم بتاعها ايه؟ معلوم، اللي هو المفروض ان احنا سحبناه اللي هو مقداره كام؟ 10. طب كده فاضل لي مين؟ فاضل لي ال ان بتاعت ايه، فاضل لي الفي بتاعت مين؟ الاتش سي ال. وهنشوف حالا هنجيبها ازاي. ابدا بعد كده اجهز التفاعل بتاعي. ادي السحاحه، مليت السحاحه بالماده المعلومه وقفتها عند الصفر او اي نقطه انت عايزها، مليتها ب اتش سي ال
وكتبت المعلومه اللي عندي ان ال ان بتاعها بتساوي واحد، معنى انك مليت السحاب اتش سي ال يبقى انت مليت السحاحه بهيدروجين موجب، لان الحمض بيديك مين؟ بروتون اللي هو الهيدروجين الموجب. وتملى الكونيكال فلاسك بايه؟ ب ان او اتش، واكتب الحاجه اللي تعرف عنها انك خدت حجمها اللي هو بكام؟ ايه 10 مللي. فاضل لي في اتش سي ال اعرف حجمها، وفاضل لي في الان او اتش اعرف تركيزها. طيب بمعنى انك مليت الفلاسك بالان او اتش يبقى انت مليت الفلاسك بالاو اتش السالب. فاضل اخر حاجه ما ينفعش التفاعل يتم بدونه اللي هو مين؟ الدليل. فهنتفق مثلا وليكن هنحط الدليل الميثايل اورنج، لما نيجي نحط الميثايل اورنج على الان او اتش يدينا اللون الاصفر، يبقى لما اجي احط هنا ميثايل اورنج محلول هيديك اللون مين؟ الاصفر. بعد كده ابدا افتح التفاعل بتاعي، ايه المفروض اللي بيحصل؟ ان كل نقطه هتنزل من السحاحه يعني هيدروجين موجب هيتفاعل مع او اتش سالب، ولسه فيه او اتش في المحلول في الفلاسك يبقى لسه برضو اللون ايه؟ اصفر، لان الوسط لسه بيزك. تنزل كمان ينزل كمان هيدروجين ياخد كمان او اتش، فبالتالي لسه او اتش فاللون لسه ايه؟ اصفر. تنزل كمان هيدروجين تتفاعل مع الاو اتش يقوم متحول اللون من اصفر يتحول لمين؟ يتحول لاورنج، وده اللون الصح. لو زودت كمان ينزل هيدروجين هيتبقى عندك هنا هيدروجين في المحلول، وبقى المحلول بدل ما كان في الاول بيزك او الكالين بقى محلول ايه؟ اسيدك فيها هيدروجين، يقوم متحول من اورنج يتحول لمين؟ للريد، للون الاحمر. المفروض بننتهي عند اللون ايه؟ الاورنج. طيب ايه اللي بيحصل لما حصل تعادل بين الاو اتش والاتش في المحلول؟ معناها ان عند الاند بوينت حصل تكافؤ بين كميه الاسيد كافئه كميه البيز، الاثنين كافئوا بعض. يعني ايه كميه ده بيساوي او كافئ كميه ده؟ كميه الاسيد عباره عن تركيز الاسيد في الحجم بتاعه كافئ تركيز البيز في الحجم بتاعه. ونبدا نعوض بالراحه عشان خاطر ما تلخمش. الشغل العملي والجدول هنشوفه منفصل حالا، هتشوفوه منفصل في تجربه بنعملها. بس هنا مثلا اسيد اتش سي ال وهنا ان اي او اتش، نعوض بالراحه. اتش سي ال اللي هو في السحاحه الان بتاعته بواحد، او ما هحط الان بتاعه بواحد في الحجم بتاعه اللي هو عباره عن ايه؟ الجزء اللي نزل من السحاح، وليكن مثلا وقف عند النقطه دي عند مثلا 5، اقوم كاتب الحجم اللي نزل 5 تساوي الان بتاعت البيز اللي هي الان او اتش بتاعت الفلاسك، الماده اللي في الفلاسك الان بتاعها مجهوله، تكتب ان زي ما هي مجهوله، في الحجم بتاعها حجمها بكام؟ 10 10. اذا الان للان اي او اتش هتساوي 5 على 10 مرمل، وكان التفاعل انتهى، وكان التجربه ايه او السكشن ده كده ايه خلص.